توجه حكومي جديد لإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز المسال من شركة صافر عبر ميناء الضبة النفطي في حضرموت. إنتاج وتصدير النفط من صافر يتوقع أن يسهم في مواجهة الضائقة المالية التي تمر بها البلاد منذ الانقلاب، إلا أن خيار نقله إلى ميناء الضبة سيظل عبر ناقلات النفط، وهو خيار بديل لخط الأنابيب الذي يصل بين صافر وميناء رأس عيسى في الحديدة لوقوعه تحت قبضة الميليشيا. ووفق المدير العام للشركة أحمد كليب، فإن جهوداً حثيثة تبذل من أجل إعادة الإنتاج إلى طاقته القصوى قبل الحرب التي فرضتها الميليشيا الإنقلابية، وكذلك تطوير الحقول النفطية، قول يعززه تصريح وكيل وزارة النفط شوقي المخلافي حول توجه القيادة السياسية للبلد للبدء عاجلاً بمرحلة جديدة في إنتاج وتصدير الغاز والنفط من المناطق المحررة. عودة كليب إلى قيادة الشركة أثمرت في أيامها الأولى جملة من الإجراءات، أبرزها إلغاء كافة القرارات التي أصدرتها الميليشيا منذ سيطرتها على الشركة في منتصف ديسمبر 2014، وإعادة ترتيب المصفوفة الداخلية للشركة على مستوى الكادر الوظيفي، وإعادة وضع الشركة إلى ما كانت عليه قبيل الانقلاب، خطوات وصفها البيان الصادر عن مدير الشركة بالإجراءات الضرورية التي من شأنها استعادة مكانة الشركة التي يعلق عليها اليمنيون الكثير من الآمال، مؤكداً أن الشركة تتلقى أوامرها من القيادة الشرعية وحدها بحسب بيان مدير عام الشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة صافر كانت أحد الأهداف المهمة لميليشيات الحوثي، وسيطرت عليها الميليشيا فور سقوط صنعاء مباشرة.